حفتر يجدد رفضه لحكومة الوفاق الوطني ويقول إن ليبيا بحاجة إلى زعيم عسكري. كوبلر يطالب ليبيا بإلغاء تجريم الهجرة غير القانونية ويحذر من تطورات عسكرية خطيرة. الكوني يشارك في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بالجزائر. مشاهدينا الكرام، نقدم لكم حصادنا الإخباري من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم. أكد قائد ما يعرف بعملية الكرامة خليفة حفتر أن ليبيا بحاجة إلى زعيم على مستوى عال من الخبرة العسكرية، مشيرا إلى أن العسكريين هم الأقدر على قيادة البلاد وتحقيق النجاحات، مجددا في مقابلته مع وكالة أسوشيتد بريس الأربعاء رفضه لحكومة الوفاق الوطني، مضيفا أن العاصمة طرابلس تحكمها العصابات المسلحة على حد تعبيره. وينضم إلينا حول هذا الموضوع عبر الهاتف المحلل السياسي محمد فؤاد. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك، وكيف هي قراءتك لهذه التصريحات القادمة من خليفة حفتر؟ بسم الله، السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا ما قال حفتر ليس بجديد، الكل يعلم أن حفتر في الحقيقة لا يسعى إلا لشيء واحد وهو حكم ليبيا وأن يكون خليفة معمر القذافي وليس خليفة حفتر. ولكن من المضحك المبكي ما يقوله السيد حفتر أن ليبيا محتاجة إلى قائد عسكري، والكل يعلم أنه بعد 42 سنة من الحكم العسكري أصبحت ليبيا أكثر الدول تخلفا في العالم، ولا زلنا كل ما نعانيه اليوم هو من بقايا ذلك الحكم العسكري. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، عن أي خبرة يتحدث هو كقائد عسكري؟ الكل يعلم ما هي إنجازات حفتر، هي الهزائم تلو الهزائم، يعني هو فعلا دخل التاريخ كأحد أكثر القادة العسكريين هزيمة في التاريخ. ويكفي ما حصل له في تشاد، سواء من الجرائم التي قام بها في تشاد، سواء ضد الشعب الليبيين انفسهم الذين كانوا يقاتلون تحته، او في التشاديين الذين حرق كل قراهم بالجراد، ثم الاثر المهين اللي ناله، وثم اخراجه الى فرجينيا. للاسف الشديد هذا العجوز الحالم يعني يريد ان يحكم ليبيا، واقول للاسف لان الى الان لم نشاهد ردة فعل حقيقية من حكومة طرابلس تحكمها الميليشيات أو العصابات. نعم. إن طرابلس فيها حكومة اتفق عليها في الاتفاق السياسي، ولكنه هو غير معترف بهذه الحكومة سيد. والله هو الكل يعلم كما قلت قبل قليل، هو لا يريد الاتفاق السياسي ولا يريد شيء لن يحكم ليبيا. المشكلة الآن في السيد السراج والمجلس الرئاسي والاتفاق السياسي برمته. يعني الآن نريد أن نسمع من السيد السراج ومن المجلس الرئاسي، إما أن يكون هناك اتفاق، وإما أن يكون هذا الحفتر هو قائد متمرد كما حصل وهاجم الهلال النفطي. ربما سيد محمد فؤاد، يعني نحن نسمع العكس حاليا، يعني حتى تصريحات المجلس الرئاسي الأخيرة، تصريحات السراج يعني تقول أنه مستعد لضم خليفة حفتر ضمن الجيش الليبي كما يقال. هو في الحقيقة ما قاله السراج يعني كنت ممكن قبله لو كان قبل ما قام به حفتر الهجوم على الهلال النفطي. لان السراج يقول ان اي قياده عسكريه يجب ان تكون تحت القياده المدنيه. نعم. وهذا طبعا ما نسعى اليه جميعا لا شك في ذلك. ولكن هذا الكلام كنت ممكن نصدره السراج قبل ما يقوم حفتر بهجومها على قوات تعلن بكل صراحه انها تتبع المجلس الرئاسي. للاسف الشديد بدلا من ان يقوم القائد العسكري بتوضيح المهام والدفاع عن قواته، نشاهد تخاذل وتاخر للخلف، والان نشاهد هذه التصريحات طبعا ستكون بدون اي رد. نعم. السيد محمد فؤاد، يرى بعض الملاحظين ان الخطوات التي يمشي عليها خليفه حفتر شبيهه بالسيناريو المصري وخطوات السيسي السابقه في مصر. تعليقك هو الفرق الفرق الكبير طبعا بين ليبيا ومصر، وهو الليبيين مسلحين، الشعب المصري لا يحمل السلاح. هذه واحده. المشكل الاخر الان عندنا اتفاق سياسي لا يطبق. الان يجب على جميع الاطراف وبكل وضوح اما تطبيق الاتفاق السياسي
وإنهاء هذا العبث الذي نمارسه بين حكومتين ومجلس نواب لا يعترف بالاتفاق ورئيس مجلس رئاسي يستخدم ألفاظ ليس محلها وليس وقتها، وإما إنهاء هذا الاتفاق والذهاب إلى 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 مخرج آخر، وليتحمل المجتمع الدولي الذي راعى هذا الاتفاق مسؤولياته تماما، ويتحمل كل ويتحمل المجلس الرئاسي مسؤوليته. نعم، تأثيرات سيد محمد فؤاد، تأثيرات هذه التصريحات من قبل خليفة حفتر على الساحة الليبية والسياسية؟ والله لا أعتقد أنها ستغير كثير، يعني لأن كما قلت قبل قليل هذه ليست أول تصريحات بالنسبة للسيد حفتر، ولم نشاهد أي رد فعل من المجلس الرئاسي للأسف الشديد. نحن الآن نختلف فيما بيننا ونفرق السيد السراج ومجلس الرئاسي في حاله. الآن الواجب هو الضغط على المجلس الرئاسي، ونريد أن نسمع موقف صريح وواضح حسب نصوص الاتفاق السياسي. نعم، هذا ما كنت أود أن أسألك عنه، هو مصير الاتفاق السياسي، يعني بتصريحات حفتر ينسف كل ما ورد في اتفاق أسخرات. هو كما قلت قبل قليل، الآن إما أن يكون هناك اتفاق أو لا يكون هناك اتفاق. على جميع الآن المواطنين الحقيقيين فعلا التي تهمهم أن تكون ليبيا دولة ديمقراطية مدنية بعيدة عن حكم الحفتر، أن يحدد موقفه وموقفه من السراج وليس من حفتر. لأن حفتر معلوم وهو واضح وكل وصريح. الآن نريد أن نسمع من المجلس الرئاسي إما أن يطبق الاتفاق حتى بما ورد في الاتفاق، يعني لا نريد شيء جديد، وإلا فليذهب سيد السراج إلى مكان آخر وننهي هذا الاتفاق. نعم، وضحت فكرتك سيد محمد فؤاد المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أصدر الحاكم العسكري درنا بن جواد عبد الرزاق الناظوري الإربعاء قرارا يقضي بتكليف عميد جديد لبلدية خليج السدرة، وقد تضمن القرار تكليف السعد أبو بكر سليمان عميدا لبلدية خليج السدرة، وأن تعطى له كل الصلاحيات المقررة قانونا للمجلس البلدي، وأن تكون تبعية جميع القطاعات في البلدية للعميد المكلف، وأن يعمل به من تاريخ صدوره، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تكفل وضع هذا القرار موضع التنفيذ، وأن يلغى كل حكم يخالفه. من جانب آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني صالح مفتاح في تصريح لوكالة أنباء التضامن الإربعاء رفض الوزارة تغيير عمداء منتخبين بعسكريين، وأشار مفتاح إلى أن تغيير عمداء البلديات المنتخبين يعد قفزا على الشرعية وعلى إرادة الشعب الليبي حسب قوله. يذكر أن الحاكم العسكري المعين من قبل مجلس النواب عبد الرزاق الناظوري قام بتغيير عمداء بلديات منتخبين بالمنطقة الشرقية واستبدالهم بشخصيات عسكرية. أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن البحث بدأ لتشكيل حكومة جديدة في الأسابيع المقبلة، وأنها ستقدم إلى البرلمان الذي رفض حتى الآن منح الثقة للحكومة الراهنة. وقال السراج في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط إنه لم يتلقى كتابا رسميا من مجلس النواب لا بخصوص طلب الحكومة الجديدة ولا المعايير التي يتعين التقيد بها. كما نفى السراج أن يكون قد اطلع مسبقا على قرار المجلس الأعلى للدولة منح نفسه السلطات التشريعية التي تعود لمجلس النواب، معتبرا أن أمرا كهذا يزيد مهمته تعقيدا. وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اتفق مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولان على تنسيق التعاون العسكري والأمني بين ليبيا وفرنسا، وطلب السراج هولاند بأن لا يكون هناك أي تدخل فرنسي في ليبيا إلا بعد التنسيق مع حكومة الوفاق. المزيد في سياق التقرير التالي. من أمام قصر الإليزي بباريس، استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لإجراء مباحثات مع الرئاسة الفرنسية عن العلاقات الثنائية بين البلدين، من أبرزها الجانب العسكري، حيث قال السراج في مؤتمر صحفي إنه تم الاتفاق على التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وفرنسا. من ضمن المواضيع اللي كانت أولويات لقائنا اليوم موضوع مكافحة الإرهاب، وكان أهم المواضيع اللي تم تناولها
فموضوع مكافحة الإرهاب أعتقد إشكالية أو موضوع مشترك بين المجتمع الدولي ككل، وليبيا جزء من هذه الأسرة الدولية. فرنسا لعبت دور رئيسي في مكافحة الإرهاب، وكما تضررت من يد الإرهاب تعمل على مساعدة الآخرين في التخلص واجتتاح الإرهاب. السراج خلال اجتماعه بالرئيس الفرنسي أكد تواصله بطريقة غير مباشرة مع خليفة حفتر. الحقيقة احنا ليس لنا خلاف مع السيد خليفة حفتر او غيره على مستوى شخصي، ما يجمعنا هو الوطن وهو ما نسعى الى تحقيق الاستقرار فيه. كما طلب بأن لا يكون هناك اي تدخل فرنسي في ليبيا الا بعد تنسيق مع حكومة الوفاق. وفيما يخص رفع حظر التسليح عن ليبيا، قال السراج في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط إن حكومته بدأت الإجراءات الرسمية الخاصة برفع حظر التسليح، موضحا أن الموافقة ستعطى لكل حالة على انفراد ووفق إجراءات وتدابير محددة، الأمر الذي يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه الزيارة التي تعتبر الأولى بعد الجدل الدبلوماسي والحراك العام الذي جاء عقب إعلان فرنسا مقتل جنود فرنسيين في تحطم طائرة عسكرية في بنغازي تشارك في العمليات العسكرية إلى جانب قوات خليفة حفتر. قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول الإربعاء إن فرنسا تستضيف اجتماعا دوليا لمناقشة الوضع في ليبيا الأسبوع المقبل. وذكر لوفول أن الاجتماع الخاص سيجمع عدة دول من بينها مصر وقطر والإمارات وتركيا. ويأتي هذا الإعلان غداة اجتماع بين هولاند والسراج في باريس. أعلن بعده الرئيس الفرنسي أن بلاده تقدم الدعم الكامل لحكومة الوفاق خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. هذا ووصل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مساء الإربعاء إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للاجتماع بكبار المسؤولين الإماراتيين وفقا لموقع المختار العربي الإماراتي. وتأتي زيارة السراج لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد زيارته لفرنسا، إذ أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على أهمية العلاقات الرسمية وضرورة التواصل المستمر مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مضيفا أن باريس تثق بفايز السراج ليتمكن من توسيع حكومته وضمان مشاركة كل الأطراف المعنية. حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في جنيف الثلاثاء من أن ليبيا تواجه مأزقا سياسيا وتطورات عسكرية خطيرة، منددا بتأثير العنف على المدنيين. وقال كوبلر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن حكومة الوفاق لم تلقى الموافقة المطلوبة من البرلمان الذي يدعم سلطة موازية منافسة، وتحدث في الوقت ذاته إلى التطورات العسكرية الخطيرة بالبلاد في إشارة منه إلى هجوم قوات حفتر الذي يرفض الاعتراف بسلطة الحكومة على منطقة الهلال النفطي البالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد حسب قوله. كما طلب المبعوث الأممي كوبلر خلال حضوره الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ليبيا بإلغاء تجريم الهجرة غير القانونية وإنشاء نظام لجوء في أسرع وقت ممكن. وأضاف كوبلر أن الانتهاكات الممنهجة التي يعاني منها اللاجئون غير مقبولة على الإطلاق، ويجب متابعة الجنات للحد من الإفلات من العقاب. نتابع هذا التقرير. ظاهرة الهجرة غير القانونية وقانون تجريم الهجرة في ليبيا ومعاناة اللاجئين في عبورهم المتوسط من ليبيا إلى أوروبا باتت أهم محاور اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان للحد من هذه الظاهرة. المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 33 طلب ليبيا بإلغاء تجريم الهجرة والسعي إلى إنشاء نظام للجوء في أسرع وقت ممكن
مع دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وأغلاق عدد من مراكز الاحتجاز وزيادة الحماية للمحتجزين. أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش أشار خلال مداخلة مع ليبيا بانوراما إلى أن هذه المسألة مجرمة وفق قانون العقوبات الليبي على الأشخاص الذين قاموا بالجرم أو مساعدة المهاجرين في العبور وتسهيل إجراءاتهم. جريمة الهجرة الحلال غير شرعية هذه بالتأكيد يعني أحد الجرائم اللي منصوص عليها في قوانيننا وتشريعاتنا، سواء في التشريعات الطبيعة العامة زي قانون العقوبات أو في التشريعات الخاصة المنظمة لهذه المسألة، فهي مسألة مجرمة بالتأكيد وتعتبر من الجرائم التي لها خطورتها ولها تبعيتها على الأشخاص الذين قاموا بالجرم أو بمن يقوم بمساعدتهم أو تسهيل الأمور المتعلقة بعملية يعني اختراق هذا النص القانوني. وأشار الأطرش إلى أن نص القانون الليبي لا يستثنى من القوانين الدولية، لأن تهريب البشر من دولة إلى أخرى دون علم السلطات يعتبر جريمة جنائية، وأن الاتفاقات الدولية تتضمن هذا التجريم وتحاول إيجاد حلول أفضل من وضع المهاجرين في أماكن الإيواء والاحتجاز. قال السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميلد في تغريدة له على حسابه بتويتر إن دعم شباب ليبيا بالتعليم والفرص يحفزهم على العودة إلى أحضان المجتمع. بيتر أكد أن السلام المستدام والشامل عامل أساسي لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تشاطر المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها من الوضع في ليبيا، مضيفا أنه يأمل العمل بسرعة على إنهاء الإفلات من العقاب للانتهاكات والتجاوزات العديدة التي تحدث في جميع أنحاء ليبيا. وفي ختام تغريداته أكد بيتر ترحيب بلاده بالجهود المحلية بشأن المصالحة الوطنية، خصوصا الاتفاقية بين تورغا ومصراتة واتفاقات تبادل المحتجزين. وصل النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني الإربعاء إلى العاصمة الجزائرية رفقة محافظ ليبيا لدى منظمة أوبك محمد عون للمشاركة في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وكان في استقبال الكوني وزير الاتصال بالحكومة الجزائرية عبد الحميد جرين والسفير الليبي لدى الجزائر السيد محمد مازن ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله. وفي تصريح صحفي لعون ممثل ليبيا في المنظمة قال بأن ليبيا لن تنضم إلى اتفاق يسعى لتجميد إنتاج النفط حتى يصل مستوى الإنتاج 1,600,000 برميل على الأقل يومياً. أفاد المتحدث باسم غرفة عملية الطوارئ الجوية محمد جنونو لموفد قناة ليبيا بانوراما بأن سلاح الجو الليبي شن 4 غارات جوية على حي الكومبو بسرت. وأضاف جنونو أن إجمالي غارات اليوم بلغ 9 غارات وطلعة استطلاعية واحدة. يشار إلى أن قوات البنيان المرصوص تواصل تقدمها تجاه المعاقل الأخيرة لتنظيم الدولة داخل سرت. قال مسؤول ملف الإعلام بمجلس سرت المحلي محمد لميل الإربعاء أن الدراسة قد تتأجل بسبب الأوضاع المتردية التي تعيشها المدينة مع وجود تنظيم الدولة والحرب الدائرة فيها، إضافة إلى قلة السيولة المالية لوزارة التربية والتعليم لتوفير الوسائل التعليمية واحتياجات الطلبة من جهة، وعدم تنفيذ وعودها بشأن مكافآت المعلمين والمعلمات وزيادة المرتبات من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت في وقت سابق 24 من أكتوبر المقبل موعدا لبداية العام الدراسي الجديد. وحول آخر التطورات بمدينة سرت، ينضم إلينا عبر الهاتف محمد أجنونو المتحدث باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك، وحدثنا عن آخر التطورات اليوم بمدينة سرت وهذه الطلعات الجوية. أهلا وسهلا بك أستاذي الفاضل وبزملائك في القناة الموقر ومشاهديك الكرام في ربع ليبيا الحبيبة. نعم، تحية لكم ولكل من لكل ليبي حر. تحية لأبطال الشهداء، لأبطال البنيان المرصوص، نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل. وبعد فيما يخص آخر تطورات فيما يخص السلاح الجوي بخصوص عملية البنيان المرصوص، تواصلنا طبعا من أمس، بدأ سلاح الجو في الضربات القتالية لسلاح الجو بهذه الطائرات القديمة وبهذه الأسلحة الغير موجهة بتصميم منهم في هذا المربع الضيق الذي لا يتجاوز 950 متر شرقا وغربا و450 متر شمالا وجنوبا. وامس نفذنا 5 طلعات اللي هي ضربات جويه، وهذا اليوم نفذنا الصباح الباكر 5 ضربات، والمساء بعد منتصف النهار 4 ضربات جويه. اجمالي هذا اليوم 9 ضربات. نعم. وطلعة استطلاعيه اللي هي جنوب القرضبيه وجنوب سرت وجنوب بوغرين والهيشه والمنطقه الوسطى. نعم. فيما يخص الضربات، كل الضربات نفس المواقع اللي امس في المخيم، ما يعرف بمخيم بكامبو الكلبه. وقمنا كطيارين، نزلنا الى اسرع الى ارتفاعات منخفضه جدا في سبيل تدقيق الهدف. نعم. وبالفعل وصلنا الى رميات اهداف دقيقه جدا، وكانت النتائج ممتازه. نعم. استهدفنا فيها اخر معاقل التنظيم. طبعا للمعلوميه ان التنظيم الرؤية في الشوارع لا توجد حركة للمشاة، ولكن رصد الطائرات التصوير ورصد المعلومات الاستخباراتية أنا داخل الأماكن المغلقة. وفي ملاحظة هذا اليوم، أحد التفجيرات أحد الضربات كان تفجير قوي، فمتوقع أن يكون مخزن ذخيرة أو مخزن وقود أو حاجة هيك. نعم، يعني ماذا عن الضربات الجوية المساعدة من قبل طيران الأجنبي، هل هي موجودة أم لا؟ فيما يخص الطيران الدولي، من يوم السبت الطيران الدولي ما نفذش أي ضربات فيما يخص الضربات، ولكن قاعد متواصل لنفذ في طلعات استطلاعية اللي هي رصد وتصوير. نعم، يعني هذا الرصد والتصوير هل يعني يطلعونكم على نتائجه، ربما تستفيدون منه؟ طبعا يعني طبعا طبعا نشترك معهم في العمليات، في غرفة عمليات واحدة، وفي التحضير قبل الذهاب إلى 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 إلى, إلى الطيران، ونشوف في أهدافنا كطيارين بناء على الأهداف حية، يعني الرصد حي، الصور تأتي حية من القمر. نعم، هذه الطلعات التي نفذتموها كما قلت بالأمس واليوم، هل أتاحت الفرصة للقوات على الأرض التقدم؟ والله إن شاء الله، لأن هذا طبعا تقدم القوات، هذا تكتيك تشترك فيه باقي القوات وغرفة العمليات الرئيسية والقوات اللي على الأرض، لأنه أنا كما عارف أنت ضرب الضربات الاستباقية للسلاح الجوي، تليها الضربات المدفعية والأسلحة المتوسطة، فيما بعد الاجتياح البري اللي هو إن شاء الله اجتياح الحسم توقعه إن شاء الله. نعم، المقدم طيار محمد أجنونو، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. اتفق عمداء البلديات بمدينة العجلات في بيانهم الختامي على منع تهريب الوقود، مطالبين الجميع بالالتزام بهذا الاتفاق وتحمل المسؤولية الكاملة لكل من يخالفه. وناشد العمداء في بيانهم الدول والجهات التابعة لها تنفيذ الاتفاق حفاظا على مقدرات الشعب الليبي، وعلى باقي البلديات التزود بالوقود من بقية مستودعات شركة البريغا بحسب البيان. في الملتقى الأول للبلديات حول مشكلة تهريب الوقود وإغلاق خط حقل الشرارة النفطي الذي انعقد الثلاثاء برعاية المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة العجلات
وحضره عدد من المجالس البلدية والمؤسسات المدنية وممثلين عن حرس المنشآت فرع الجنوب، تم الاتفاق على مقترح يقضي بإعادة فتح خطوط أنابيب حقل الشرارة النفطي شريطة أن يتقاضى حرس المنشآت مرتباتهم المتوقفة منذ فترة وأن تحل مشكلة تهريب الوقود. احنا اللي تناقشنا عليها في حدود نطاقنا اللي هو حقل الشرارة. نعم. حقل الشرارة في مشكلة عند حرس المنشآت، مازال طبعا مرتباتهم عند الدولة، هم يطالبوا مرتباتهم 10 اليوم في المنطقة، يعني بلغونا بأن بس يسحبوا لهم مرتباتهم ومخصصاتهم ويفتحوا الحقل مباشرة بشرط طبعا منع التهريب. المؤسسة الوطنية للنفط وبعد رفع حالة القوة القاهرة عن منطقة الهلال النفطي وإعادة الإنتاج والتصدير فيها قبل أسابيع، دعت إلى فتح خطوط وأنابيب النفط في منطقة الرياينة التي تربط حقلي الشرارة والفيل في الجنوب الغربي بمجمع مليتا ومصفات الزاوية غرب طرابلس. رئيس المؤسسة مصطفى صمع الله قال إنه بالإمكان زيادة الإنتاج إلى 250 ألف برميل يوميا في نهاية العام و365 ألف بحلول منتصف العام القادم إذا ما تم فتح خطوط الأنابيب في تلك المنطقة. يذكر أن إنتاج حقل الشرارة الذي تم اكتشافه عام 1980 والذي بدأ إنتاجه وتشغيله عام 1996 من قبل شركة ريبسول الإسبانية وصل إلى 300 ألف برميل يوميا قبل إغلاقه في يونيو 2014 على خلفية حالة عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها المنطقة. قال رئيس لجنة أزمة الوقود بالمجلس البلدي سبها في تصريح خاص لقناة ليبيا بانوراما أن لجنة أزمة الوقود قامت الاثنين بإقفال أربع محطات بنزين بسبب بيعها الوقود الذي يصل إليها من مستودع سبها النفطي إلى السوق السوداء دون بيعه للمواطنين، ما سبب نقص الوقود في مدينة سبها. اللي تم إقفالها، تم إقفال محطات، أربع محطات. طبعا احنا شكلنا لما اتفقنا على الاجراءات ووضعنا برنامج عمل لكل مختار محله داخل نطاق محلته انه هو يتابع المحطات ويشوفهم، واي محطه تقفل يزودوها بالوقود وتقفل يدير فيها رساله رسميه، واحنا من جانبنا نديروا رساله كلجنه ازمه ونحولوها للمستودع بايقاف المحطه. حصادنا متواصل معكم مشاهدين الكرام وفيه بعد الفاصل. المفوضية الأوروبية للهجرة ترفض طلبات معالجة اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي. حقل أبو الطفل يستعد لاستئناف الإنتاج وضخ أكثر من 75 ألف برميل لميناء زويتنا. عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال أصلحوا ذات بينكم فإنكم إن فعلتم ذلك لا تخافون ولو أطبق عليكم الأخشب. أنا ندعي لهم بالهدايا وإن شاء الله ربي يلمهم. وناشدكم بالله أن نتصالحوا، أن نتسامحوا، أن ننهوا بليبيا. ليبيا بتضيع من بين إيدينا، أخوتي الليبيين ما يجبش تضيع ليبيا من بين إيدينا. حفتر يجدد رفضه لحكومة الوفاق الوطني ويقول إن ليبيا بحاجة إلى زعيم عسكري.
كوبلر يطالب ليبيا بإلغاء تجريم الهجرة غير القانونية ويحذر من تطورات عسكرية خطرة. الكوني يشارك في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بالجزائر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أكدت غرفة العمليات الطارئة المشكلة من المجلس البلدي غات أنها عقدت عدة اجتماعات مع المجلس البلدي ورؤساء الأجهزة الأمنية وأمراء الوحدات العسكرية في إطار متابعتها لأعمال البحث والتحري في حادثة اختطاف الرعايا الأجانب، داعية كل وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل أخبار المختطفين. هذا واختطف مجهولون الأسبوع الماضي 3 مهندسين أجانب إيطاليين وكندي بالقرب من مكان عملهم في مدينة غات. اختتمت اليوم بالعاصمة طرابلس ورشة عمل برعاية إدارة التدريب بوزارة العدل والرابطة الأمريكية للقانونيين، حيث تطرقت إلى مناقشة موضوعي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بحضور مجموعة من الحقوقيين والقانونيين، اختتمت بوضع حلول ناجعة من خلال التوصيات التي تمخضت عنها الورشة. ورشة العمل اليوم هي في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والمتمثلة في إدارة التدريب والرابطة الأمريكية للقانونيين. هذه الورشة تنعقد لمدة 3 أيام في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، اعتبارا من يوم الاثنين وحتى يومنا هذا، هذا هي اختتام هذه الورشة. نتمنى أن تكون الورشة قد أفضت بتوصيات ورؤية واستراتيجية حول الهجرة ووضع لها حلول لحل هذه المشكلة الحقيقة التي تعتبر مرهقة للدولة الليبية ولكافة الدول الثانية الإقليمية. قالت ناتاشا بروتود المتحدثة باسم المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة إن القوانين الأوروبية لا تسمح بمعالجة طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. وتأتي تصريحات بروتود التي نشرتها وكالة آكي الإيطالية الثلاثاء تعليقا على اقتراح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربا بإنشاء مدينة على الشواطئ الليبية لاستيعاب طالبي اللجوء بدلا من بقائهم في أوروبا. وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق قد أبدت استياءها من المقترح المجري، معتبرة إياه انتهاكا لسيادة ليبيا واستقلالها وخرقا للمواثيق والأعراف الدولية. تمكن رجال مكافحة المخدرات بطرهونة وبالتعاون مع العناصر الأمنية بسرية حماية طرهونة ببوابة أم الرشراش الواقعة بالطريق الرابط بين مدينتي طرهونة وبني وليد من ضبط كمية من المخدرات نوع حشيش تقدر بحوالي 5 قناطر، وذلك بشاحنة نقل بضائع خلال مرورها بالبوابة يوم أمس الثلاثاء. وأوضح أحد العناصر الأمنية بسرية حماية طرهونة بأن عملية الضبط تمت من خلال كشف عناصر مكافحة المخدرات لأجزاء الشاحنة والتي كانت غير محملة ببضائع، وأثناء عملية الكشف وجدت هذه الكمية مخبأة بين أجزاء الشاحنة. أعلنت شركة الخليج العربي للنفط زيادة إنتاجها النفطي 50,000 برميل تقريبا مقارنة بإنتاجها الأسبوع الماضي، ليصل الإنتاج هذا الأسبوع إلى نحو 260,000 برميل يوميا. الناطق الإعلامي للشركة عمران أزوي قال إن الشركة تقوم بصيانة حقل البيضة النفطي لتستأنف ضخ النفط الخام إلى موانئ راس لانوف والسدرة فور الانتهاء من صيانتها، مبينا أن الشركة حاليا تصدر من مينائي الحريقة وزويتينا فقط. يذكر أن شركة الخليج تنتج في الأوضاع الطبيعية نحو 320 ألف برميل يوميا من النفط من حقول السرير ومسلى والحمادة، وانخفض هذا الإنتاج إلى 170 ألف برميل يوميا بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
هذا ويستعد حقل أبو الطفل أحد حقول شركة مليتا للنفط والغاز لاستئناف الإنتاج وضخ أكثر من 75 ألف برميل نفط عالي الجودة لميناء الزويتنا بعد استعادة حركة الملاحة والشحن في الميناء. وذكر موقع شؤون النفط والغاز في ليبيا أن العمليات تجري لصيانة خزانات التخزين المبدئي في الحقل والتي تضررت خلال حريق شب فيها، مشيرا إلى أن حقل أبو الطفل سيعود إلى عمليات الإنتاج والضخ فور انتهاء عمليات الصيانة للخزانات. تقيم منظمة النسيم للتنمية المجتمعية دورة تدريبية بعنوان إعداد معلمي المرحلة الابتدائية في مجالات الصحة النفسية والمشاكل السلوكية وتعديل وتنظيم السلوك للتلاميذ. وتستهدف الدورة أكثر من 40 معلما ومعلمة من مختلف مراحل التعليم الأساسي، وتستمر إلى 4 أيام، تهدف إلى رفع كفاءة القطاع التعليمي بمدينة مصراتة. نهدف من هذه الدورات تحسين السلوك ومعالجة سلوك الأطفال بالذات وكافة الطلبة في المرحلتين التعليم المتوسط والأساسي. هذه الدورة تعتبر من ضمن سلسلة الدورات التي تقيمها منظمة النسيم. استهدفت هذه الدورة في حدود 40 مرشح من قبل مراقبة التعليم بمصراتة، واهتمت أيضا وركزت في هذه الدورة بالخصوص على المدرسين الصف الأول والثاني والثالث ابتدائي لما له من أهمية في الاهتمام بالطفل وكيفية التعامل معه في هذه المرحلة الصعبة والتي تجعله يرغب في المدرسة، وبإذن الله مستمرين في إعطاء الدورات في خلال الموسم الدراسي القادم. عقد اجتماع صباح الاثنين بجامعة الزيتونة حضره الكاتب العام للجامعة وعميد الكليات الطبية وعدد من رؤساء الأقسام بالكليات، وذلك لمناقشة وتنسيق الاستعدادات للعام الجامعي الجديد. المزيد نجده في سياق هذا التقرير. مع بداية الفصل الجامعي الجديد حرصت إدارة الكليات الطبية على الاستعداد باكرا من خلال اجتماعها التنسيقي بحضور الكاتب العام لجامعة الزيتونة ومدراء الأقسام بالكليات. هذه الكليات التي استحدثت مؤخرا بقرار من وزير التعليم والتي تضم كليتي الطب البشري والتقنيات الطبية، حيث وفي سنتها الأولى احتضنت الكليات أكثر من 216 طالبا. لهذا اليوم شرفنا سيادة الكاتب العام هنا في مقر الكلية في درهونة، وقمنا باجتماع، وكان الاجتماع الحمد لله تحاور بيني وبين نحن كعاملين بالكلية وبين الكاتب العام بالجامعة، وناقشنا بعض النقاط وأعطينا بعض المعلومات للكاتب العام واحتياجاتنا. من خلال هذا الاجتماع الذي نوقش فيه آلية الاستعداد للعام الجديد والذي من المتوقع أن يصل عدد المسجلين الجدد فيه إلى 300 طالب. نهاية اليوم بنتناقش مع المسجل العام بناء على أعداد الطلاب، بناء على الدكاترة الأساتذة الأفاضل بارك الله فيهم اللي أعطونا الأسئلة باش نديروا امتحان القبول، بناء عليه قبل نهاية اليوم حنعلنوا في لوحة الإعلانات بالكلية التاريخ والزمان والمكان متاع امتحان القبول إن شاء الله تعالى. اختيار الطلبة وتوزيعهم على الأقسام سيكون وفقا لدرجات ومعدلات ورغبات الطلاب، على أن يتم استحداث أقسام أخرى في القريب العاجل. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة. ومن ترهونة إلى غاث، حيث أطلق اتحاد مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مصلحة المرافق التعليمية بمدينة غاث حملة بعنوان معا من أجل مستقبل أبنائنا. الحملة وبحسب أحد أعضائها تستهدف صيانة الفصول الدراسية استعدادا للموسم الدراسي القادم بمدينة غاث. ونظرا لعدم توفر الميزانية لقطاع التعليم هذا العام، فإن الحملة ستخفف من العجز وتجعل بداية الفصل الدراسي في موعده. بدري إليها إن شاء الله تدخل في تركيب الكراسي داخل المؤسسة التعليمية داخل منطقة غاث، وإن شاء الله إحنا تو في الانطلاقة، بدأت في مدرسة التنوية مدرسة غاث التنوية، وإن شاء الله عندنا إن شاء الله في مدارس أخرى إن شاء الله بنبادروا فيها العمل زي المدارس الإعدادية.
ولا زلنا في غات، حيث أقامت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل والمرأة حفلا خاصا للفنون الشعبية والفرق التراثية بالمدينة لدعم وتحفيز نشاط المرأة والطفل بالمنطقة. الاحتفالية تأتي ضمن مجموعة من مناشط قامت بها المنظمة خلال الأيام الماضية، منها حفل افتتاح ضم عروضا رياضية ومسرحيات وأغاني خاصة بالأطفال، وكذلك معرضا للتمور والصناعات السعفية. يعاني المركز الصحي بمنطقة المردوم من نقص حاد في الأدوية والمعدات والمستلزمات والعناصر الطبية والطبية المساعدة وفنيي الأشعة، كما يفتقر المختبر إلى المحاليل والعناصر المتخصصة، كما يحوي المركز على جهاز أشعة قديم يفتقر إلى المواصفات الحديثة. وبالرغم من عدم توفر الإمكانيات، إلا أن المركز يشتغل على الغيارات والحقن وصرف أدوية للحالات الطارئة. المعاناة اللي عليه المركز، طبعا ما فيش أطباء في المركز حاليا، يعاني من نقص في العناصر الطبية المساعدة اللي هي المختبرات والأشعة. الحاجة الثانية اللي هي النقص في الأدوية، الأدوية لا توجد في المركز، النقص موجود هنا في الصيدلية كيف ما شفتوا، في نقص حتى في الأدوية الطارئة اللي هي يحتاجها المريض لإسعافه. برعاية مكتب التعاون الدولي وإدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة ودعم من الاتحاد الأوروبي، نظمت وزارة الصحة ورشة عمل طرحت فيها أولويات عمل الوزارة ودراسة الخطوات المستقبلية الهامة للنهوض بهذا القطاع. تفاصيل الورشة في هذا التقرير. كافة المراكز الصحية من مختلف المستشفيات التقت في اجتماع للنهوض بهذا القطاع الذي يحتضر منذ سنين عدة برأي بعضهم. فورقات العمل التي تم طرحها من قبل الجهات الصحية جاءت واضحة خلال تبادل وجهات النظر. من واجبنا من خلال هذه الندوات والاجتماعات بين السادة المختصين إيجاد آلية واضحة وآلية لتوظيف هذه المبالغ في بعض المشاريع التي حاليا صرنا نعاني منها ونعاني من نقصها. تم التركيز على موضوع الرعاية الصحية الأولية كدرجة أولى، منهم من تدعى إلى إنشاء مجلس أعلى وطني للصحة، يعني تكون مسؤوليتها مسؤولية وطنية أكثر من كونها مسؤولية فنية داخل وزارة الصحة. طرحت الأفكار وعرضت الآلية الصحيحة التي يجب أن تنتهجها الوزارة كنظام الجودة والتحسين المستمر للنظام الإداري ومحاولة دمج القطاعين العام والخاص. تلك كانت من أهم المحاور التي تم نقاشها لإصلاح المنظومة الصحية. النظام الصحي الليبي يمر بمرحلة التخبط ومرحلة فوضى وعدم وجود استراتيجية واضحة، وهذا كله انعكس سلبا على تردي الوضع الصحي وسوء تقديم الخدمات الصحية في البلاد. فمن خلال هذه الورشة حبينا نناقش المكونات الأساسية للنظام الصحي الليبي لوضع خارطة طريق تنتج عنها خطة تنفيذ عملية. الملف الصحي ونظرة التطوير المستدامه واللحاق بالركب والتصنيفات المتقدمه في مجال الصحه هي نتائج ومخرجات اتفق عليها مسؤولو القطاع بعد عرض الاحصائيات والادله القاطعه، خاصه مع احتلال ليبيا مراكز متاخره في هذا المجال. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حصادنا الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين. حفتر يجدد رفضه لحكومة الوفاق الوطني ويقول إن ليبيا بحاجة إلى زعيم عسكري. كوبلر يطالب ليبيا بإلغاء تجريم الهجرة غير القانونية ويحذر من تطورات عسكرية خطيرة. الكوني يشارك في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بالجزائر. نهاية الحصاد، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.